تدري موضوع صناعه الدواجن اي لعبه قمار. يعني احنا اهم مشروع في بالقطاع الزراعي هو موضوع صناعه الدواجن يعني. فتبنيت هذا الموضوع. يعني انا بعهدي وصل انتاج البيض الى 6 مليار بعد ما كان مليار و200 يعني. 6 مليار بيضه؟ 6 مليار بيضه. انا مسؤول عن كلامي يعني. اتذكر كنت خابرك يعني. وانتاج دجاج اللحم 100,000 طن. يعني اي. اكثر من 10,000 مشروع اشتغل يعني. زين. 500,000 عامل واكثر يعني اشتغلوا بهذا النشاط يعني. زين. عندي صفحه مباشره مع كل المنتجين لصناعه الدواجن بالعراق يوميه يعني. فحقيقه وقفت الاستيراد بناء على قرار من المجلس الوزاري الاقتصادي ومجلس الوزراء بدعم من اللجنه الزراعيه بالبرلمان يعني. زين. فتدي صار تاثير كبير. الجيش الامريكي يعني من يستورد الى من خلال تجار، والتجار قسم يودوه الى الجيش الامريكي وقسم ينزل الى الاسواق. من جيت الى طلعت التركي يعني لقيت طبقة البيض في اسطنبول وياي الوزير التركي ب6,000 6,000 شو؟ 6,000 دينار يعني عراقي. او ما يعادل 6,000 6,000 دينار وياي الوكيل الفني يعني. اي وزيرة انقرة لقيتها ب6,500 يعني. زين. خابرت مدير عام الثروة الحيوانية قال لي الطبقة دي توصل من اسطنبول اليمنى ب3,500 تباع في اسطنبول في انقرة 6,500 يعني. وتوصل للعراق؟ توصل للعراق ب3,500. هاي تحتاج تفسر. بالضبط يعني. اي. فسألت الوزير التركي، قال لي احنا ندعم الصادرات 30%. حتى لو يخسرون. حتى لو يخسر. مقابل النظر احنا. مقابل انه انت ما تسوي انتاج حتى تبقى تستورد. تدري هذا الموضوع حساس ومهم يعني. الله يشهد علي يعني. الله يشهد علي ما نطيت إجازة استيرادية وحدة رغم ضغوط لا نظير لها. وقعت كل الوكلاء والمستشارين على وثيقة وحملتهم المسؤولية. أي إجازة استيرادية دجاج أو بيض يتحملون المسؤولية وما نطيت لأن لغاية طلعت من الوزارة ولحد الآن وكذلك مع الوزير الجديد أيضا متبع نفس الأسلوب. لأنه هذا العامل بظهرك؟ لا مو بس هذا العامل، هذا العامل رجل واقف. وانا سويت بالمؤتمر الزراعي وجمعتهم كل صناعه الدواجن بحضوره يعني. الحج هذا الموضوع هذا بمستقبل الزراعه، مستقبل هذول اللي تدري موضوع صناعه الدواجن اي لعب قمار يعني. بس من طلعت نعم لحد ما طلعت بعت ال 6 مليار بيضه تنتج؟ اعتقد يعني. زين حكيت على امريكا وحكيت على تركيا. السفير الامريكي داز رساله عن طريق الوزير المالي حقيقه الى اللي يعني افتح الاستيراد يعني. رساله عتب او تهديد كما قال يعني. شو يقول بالرساله؟ افتح الاستيراد يعني. ها؟ افتح الاستيراد يعني. بصيغه الامر بصيغه الرجاء صيغه طبعا هم بالنسبه لهم. ولذلك انا ما استقبلت السفير وعتب يم دوله رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي وخابرني. اي وخابرني حسنين الشيخ قلت له ما استقبله يعني. معدل والله. يشهد الله عليه. ويعرف حسن ايش ويسمعني هسه يعني. قلت له ما استقبله الحين ما طلع من الوزارة. بس استقبلت غيره. من؟ يعني مثل السفير الايراني رحت له. انا كل السفراء استقبلتهم بلا استثناء. ايش معنى يعني؟ بما يضمن مصلحه بلدي يعني. السفير التركي انا السفير التركي انا مع هذه دعيت لهنا للوزير التركي خلي اعطيك اكون واضح يعني. دعيت الوزير الايراني جاني لهنا وانا رحت له. ودعيت الوزير التركي لهنا وانا رحت له يعني. واكو علاقه طيبه صارت يعني، اكو مصالح مشتركه، اكو تهريب دا يجيني من عندهم يعني. سواء من ايران او من تركيا يعني. الوزير التركي جبته لهنا ونيمته وزوجته بقت عندنا. طلعت وياهم حي الدرهم هنا. اكون زورتها الى الامام موسى بن جعفر والى ابو حنيفه، علاقه عائليه يعني. لان كانت عندي مشكله المياه. هو ايضا وزير مسؤول عن المياه ومشكله الدواجن ومشكله منظومات الري يعني. العلاقه مع الدول المجاوره ضروري جدا يعني مهمه يعني. انا اديمها بس تحافظ على
وزارتك وعلى سيادة دول طرفين زعلوا، بس إيران هم زعلته هواي، وإيران اتهربوا هنا، صار عليك ضغط بهذا الموضوع على حد معلوماتي، وصارت لقاءات جانبية، ظليت بنفس الموقف مع الإيرانيين مثل موقفك مع الأمريكان والأتراك. الله يشهد كما هي مجاملت دعت أولادي. الله هذا اللقاء سيبقى تاريخ. الله يشهد علي مجاملت قطعا، وأنا قاعد في وزارتهم في إيران يعني وفي طهران، قلت ما أسمح أن يدخل إلي أي إنتاج بالتهريب إلا إجازة استيرادية يعني. والناس كانوا متعاونين أمانة الله يعني. أنا حتى الأتراك، حتى ما أكون يعني، حتى الوزير التركي قال لي ماشي أنا أتفق على هذا الشيء يعني، بس أريد المستثمرين الأتراك أن يجون للموصل وكركوك وصلاح الدين أن يستثمرون في صناعة الدواجن. ليش خربت وراك؟ ما خربت بعدي. بعدي لأنه إحنا استقبلنا مجموعة من المستثمرين بحضور السفير التركي. زين. حتى يستثمرون بالعراق في صناعة الدواجن. أنت منين تستمد قوتك؟ أنا هاي المواقف. من تاريخ الوظيفي أبداً. أنا ابن عائلة وعميد أسرة يعني. وعندي 7 أولاد يعني. ما من المعقول أضحي بسمعتي وحمولتي على مود منصب زائل يعني. بس. وراي مخافة الله، الله يشهد.